بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نتوكل ونستعين. انطلاقاتنا متواصلة، تحدياتنا مستمرة، انطلاقة جديدة، اندفاعة كبيرة في هذا المساء الكبير. انطلاقات مهرجاني ختامي المرموم لعام 2024، حيث تنطلق هذه الأسماء، حيث تندفع هذه الشعارات الكبيرة الحاضرة المتنافسة في هذا اليوم بانطلاقات هذه الأعداد الحاضرة. الكل طموحه الفوز، الكل طموحه الناموس بانطلاقة رابع، هناك شوطنا الرابع عشر الخاص لذاع القعدان المهجنات. شوطنا الرابع عشر إذن انطلقت هذه الأسماء، الانطلاق الأول والتحدي الأول وصدارة الشوط. هذا شعار اليبهوني يقدم لنا معاند فارس بن سهيل اليبهوني الظاهري على المركز الأول، يتقدم بصدارة الشوط. المركز الثاني أتابع الانطلاق والحضور والاندفاع من الواضح، سعيد بن جمعة بن خميس لغويص على المركز الثاني، ولكن شوف التغيير والتجاوز في هذه اللحظات. انطلاقة النداوي، حمد بن محمد بن فهيد بن بيشان العجمي يتقدم بانطلاقته وبحضوره على المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الأسماء، أتابع الحضور، مشعل هو القادم، مطر بن حميد بن غدير بن دعيفيس الشامسي على المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع شوف اللي من الجانب الأيمن يتقدم، هناك الغزال أو هناك المنطلق المندفع في هذه اللحظات، مغادر صالح بن حمد بن راشد البريص المري يتقدم. والمركز الخامس الغزال، الغزال هو القادم، راشد بن محمد، هناك راشد بن محمد بن سعيد الخاطري يقدم لنا. هناك انطلاقة الغزال، أتابع الأسماء، أتابع الشعارات الحاضرة. المركز السادس أيضا هذا على ما يبدو لي شعار صالح بن محمد بن عاطف آل رشيد يتقدم بانطلاقة مبلش وبحضوره بتجاوزه في هذه اللحظات على المركز السادس. المركز السابع أتابع القدوم من قناد، صالح بن مبارك بن برك العامري يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق ويهاجم بدوره، كذلك الوصول والانطلاق من مشكور مسلم بن سالم بن حمد بن رميله العامري يهاجم بدوره هناك مع الأسماء. وعنيد هو القادم، عبد الله المر بن سعيد بن حلوة يتقدم كذلك بشعاره ويصل في هذه اللحظات مع انطلاقة الأسماء الحاضرة. المركز العاشر ختاما لهذا النداء، أتابع الشعار الذي يتجاوز ينطلق من عمق الميدان في هذه اللحظات، أتابع لهب خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي يتقدم في هذه الأثناء ويصل. هذه الشعارات، هذه الانطلاق، هذا وهناك الاندفاع، وين الانطلاق الكبير. أتابع المركز الأول، أتابع شعار الخاطري يتقدم مع الغزال، راشد بن محمد بن سعيد بن راشد الخاطري يقدم لنا الغزال، يغير على المركز الأول، يسيطر في هذه الأثناء بانطلاقته وبحضوره على المركز الأول، بينما المركز الثاني مغادر، مغادر هو القادم، صالح بن حمد بن راشد البريص المري يتقدم على المركز الثاني، يندفع بهذا الانطلاق ومع هذا الحضور، بينما الوصول على المركز الثالث. أتابع مبلش القادم في هذه اللحظات، صالح بن محمد بن عاطف الرشيد يتقدم.
في هذه الأثناء ينطلق باندفاعات شعاره بحضوره وبوصوله مع تجاوزه للمركز الثاني المركز الثالث القدوم والوصول معاند قادم في هذه اللحظات فارس مسهيل اليبهوني الظاهري شعار الطيارة قادم مع لوحة الاثنين كيلو متر الأخير هناك القادمة الأسماء الواصلة الشعارات المتقدمة وصل مشكور مسلم بسالم الحمد بن رميلة العامري على المركز الرابع والمركز الخامس قدومي لهب خليفة بن حمد بن سليم الاكتب المركز السادس شوف التجاوز والانطلاق الاندفاع والحضور هذا شعار اللي قادم في هذه اللحظات العامري يقدم لنا جناد وصالح بن مبارك بن برك العامري يهاجم بدوره يتقدم للمراكز الأمامية القدوم والوصول هذا شعار الجنين يتحرك في هذه الأثناء ينضم في هذه اللحظات شعار المجنين القادم وبكل قوة مع هذه التحديات الكبيرة نعم هنا الوصول من براق القادم فارس بن سالم بن علي المجنين المري هذه الأسماء هذه التحديات لمن الفوز يا ترى لمن الناموس يا ترى ناموس المرموم غير مع الألف ومئتين متر الأخير ولكن شوف الهجوم والانطلاق وصل النشمي أحمد بن عبيد بن نور العامري يتقدم وعنيد قادم ولكن المجنين تحرك مع 800 متر الأخير فتحركوها للمهجنات لمن يا ترى الفوز 800 متر أخير يا المجنين يا راعي براق يا راعي براق ولكن شوف اللي من الجانب الأيمن يتقدم شعار الخيارين ينطلق شعار الخيارين يصل بيت خان منصور بن محمد بن منصور آل سيف الخيارين ومحمد بن عتيق بن عبد العرطي يتقدمون هل المرموم يصلون هل المرموم ولكن الخيارين وشعار المجنين مع براق ولكن شوف الطيار محمد بن عتيق بن عبيد بن عرطي ولكن الخيارين يا سلامي عليكم يا أهل الدوحة ولكن شوف القدوم الوصول من النشمي بالنصرة قادم بالنصرة سالم بن مبارك بالنصرة العامري النشمي خطف ناموس الشوط فاللحظات الأخيرة سلامي عليك يا بالنصرة سلام على هذا الفوز وعلى التحدي المركز الثاني كان القدوم من إدخال منصور بن محمد منصور آل سيف الخيارين المركز الثالث كان شعار محمد بن عتيق بالعرطي والمركز الرابع كان القدوم على المركز الرابع هناك من سياف جابر بن صالح بن محمد بن نصر العام المركز الخامس كان القدوم على المركز الخامس والوصول من لهب خليفة بن حمد بن سليم الاكتبي تالي والناموس العودة إلى التوقيت الزمني 9 دقائق ثانيتين 8 أجزاء من الثانية كانت لحظة وصول النشمي سالم بن مبارك بن نصرة العامري تالي والناموس لك يا بن نصرة على هذا الفوز المركز الثاني 9 دقائق 3 ثواني 8 أجزاء من الثانية كانت لحظة وصولي هناك إدخان منصور بن محمد بن منصور سيف الخيارين والمركز الثالث 40 هناك 9 دقائق 3 ثواني 9 أجزاء من الثانية اللي كان على المركز الثالث الطيار محمد بن عتيق وسالم بن عبيد بالعرطي تهانينا والناموس للجميع بسم الله الرحمن الرحيم أيها الحفل الكريم مشاهدين الأعزاء عشاقي الأصالة والتراث